رمانة امك احلى انا برأيي. اه ما تخليني يحرفوك. اهلا نائل. والله ما بنعطيهم الحياة لحدا. من هنا طبعا امبارح. ايدي انت حكيت مع الوكيل ولا لا؟ هاي ناليد، شو يا ايدي شو؟ عم بقول لك حكيت مع الرقم اللي بعت لك اياه او لا؟ اه للتنين. اه تمام الحمد لله منيحة يا المكنة. تمام التنين لحتى يحكيك. اه اوكي يلا بيأثر. واصلا هلا الشاب يعني اللي بده يدعمك حاليا هو بلبنان بس يسافر ليش عم مش هلا. ايه صح إن شاء الله. شكرا شكرا. عمر فليت ولا بعد؟ علوم اجتماعية. صعب أو ماشي حاله يعني؟ ماشي الحال الحمد لله. أنا كنت أهلا يا عبود كيفك؟ أنا من لبنان.
بك هلا انت بس تتسجل بالوكالة. هلا هو اكيد الوكيل حيقول لك كل شي. يعني هاي نور، الحمد لله، انت كيف؟ شكرا فؤاد. انا ما اخذت اثنين، متجوز اثنين بك تجوز بعد. هو اثنين اصلا منيح منهم قبلوا فيك، كتر خيرهم. هاي احمد، شو بدك يا نور؟ قليلة. هاي احمد، هاي عمر، بونجور محمود. شو هالنقلة؟ قليلة. اهلا ايديا. قط انت عمر. ماشي الحال. يا أهلا يا أحمد من لبنان من الجنوب. كيف تشتغلي يعني هيك؟ أول شي نور، أنت مسجلة بوكالة مش هيك؟ هاي أمير، فهمنا بعض بس بعد ولا مرة فتحت. ايه روحي افتحي لايف، انه احنا اول الشهر يعني افتحي لايف. بدك تاكلي 30 ساعة بالشهر، ولازم ينزل لك اقل شي 2000 حتى تستفيدي. محمود انت مش شايفنا. هي مثل فرق غلط يا ربي. بدي مرة حدا يفوت مالي شيرك، بس ما بعرف وين. قلت لك فهمنا يا فؤاد. لا اكيد مش شايفنا. ايه يمكن شايفنا يا عمر بعمان شي مرة. فيك تسجلي بحالة بلا، بس هسجلي بلبنان احسن لك عشان الحوالات وهيك. لا بطلع على جنوب انا يا محمود، بدي اروح اعمل بجنوب يعني. وكالة بسوريا؟ لك شو خص سوريا، في وكالات بلبنان مليانة. امير كيفك؟ من الوكيل بتركيا اضرب. بخير.